رأيك بقى نشوف شاشتنا دلوقتي ونشوف مين هيظهر يكلم نونيا على الشاشة؟ لبلبة برغم وصولها إلى هذه السن اللي هي النهاردة فيه، لكن تتميز بوجه طفولي غريب جدا، بحيث أنه أي تدخل على ناس تشعر أنه في طفلة كبيرة داخلة عليك، طفلة فيها البراءة، فيها الابتسامة الجميلة، في كل حاجة. السؤال اللي بيتفرض أنه يتسأل عنها، إزاي أنها سابت نفسها وما اتجوزتش؟ كل الناس بتحبك يا نونيا، عايزينك مبسوطة دايما. عايزين يجوزوني، شايلين همي. أيوة. زي ما قلت لك، هي انا مش عارفه اقول ايه يعني، علشان انا اتجوزت وانا يعني كان يعني اتجوزت برضو صغيره، مش اتجوزت 17 سنه. وطبعا بصيت للزواج انه العمر كله، ما خطرش في بالي ابدا انه ممكن يحصل انفصال. فلما بتبقى اول تجربه والواحد مش بيفكر ان ممكن الاثنين دول يبقوا بعاد عن بعض، فهي ما فيش شك ان بتبقى فيه صدمه طبعا. فالصدمه دي خلتني اركز زياده عن اللزوم في شغلي، وما بصش لحاجه غير ان احقق ذاتي واعمل الدور الفلاني. طب هعمله ازاي؟ طب الورق ده لما يتنفس هيتنفس ازاي؟ طب ما السفريه الفلانيه، طب البلد الفلانيه ما غنتش فيها، طب لما اغني. بتبص تلاقي ضيعتي السكينه سرقتني. لا بس نونيا، انت يعني اتزوجتي صغيره وطلقتي برضو صغيره. ايوه. اكيد جات لك فرص كتير وناس اتقدمت لك وفي ناس اتقربت لك وحاجات زي كده، ايه السبب ان ما فيش حاجه شدتك او ما خلتك يعني رافضه الجواز لغايه دلوقتي؟ هو مش رافضه، هو كان من فتره انا كنت هتجوز. وبعدين لقيت انه الطرف الاخر، ما انا اول مره اقول الكلام ده، لقيت الطرف الاخر مش حابب شغلتي. ساعة صفا. حسيت كده ان فجأة خفت، وقلت طيب من حبي للفن خفت ان انا اعيد التجربه مره اخرى. بس نونيا، انت بتحسي انك يعني من النوع اللي يشعر انه ممكن يعيش حياه بمفرده من دون مشاركه احد؟ نسيت اقول لك، يمكن انا مش حاسه بان انا وحيده. اني عايشه مع والدتي والاسره محوطاني من يمكن لو كنت لوحدي كنت ما اقدرش اتخيل حياتي اعيش لوحدي. فيمكن لو كنت عايشه لوحدي طبعا ما كانش، لكن اني عايشه مع والدتي وحاسه ان انا في استقرار، يعني مش حاسه ان انا وحيده، مش حاسه بوحده بالوحده دي. يمكن انا بقول. طب دلوقتي لو يعني جالنا حد كده عريس في ساعة صفا انتهز الفرصة وراح ضرب لك تليفون وقال لك مواصفاته، ايه بقى مواصفات الراجل اللي تحب انك تتجوزيه يا نوني؟ انا عارفة قبل ما تردي اقول لك هتقولي ايه؟ قولي. انا عارفاكي من زمان يعني. ايوه. ياما كنا بنقعد نتكلم مع بعض. هتقولي اول حاجة يحب فني، وما يقوليش اتأخرتي في التصوير. صح. طبعا يعني لحد دلوقتي صعب ان انا طبعا ابعد عن فني. بس طبعا مواصفاته انه يكون راجل بمعنى الكلمه. يعني مواصفات الراجل في رايك؟ الراجل حاجات كتير، موقف وشخصيه، وزي ما الناس البلدي بيقولوا دماغ. مخلص، مش كذاب. اقولي حاجات كتير يعني. البني ادم محترم. يكون عنده ضمير. الواحد ما يخافش ابدا من انسان يبقى عنده ضمير. نسيتي حاجه بقى ولا انا اقول لهم؟ لان كنت في حاجه دايما تقوليها لنا، لازم يكون جميل وسيم.
جبت تليفون ممكن هو الوسيم. الو ايوه مساء الخير يا مدام صفاء. اهلا مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم مدام لبلبه؟ اه طبعا اتفضلي. طيب. مساء الخير يا مدام لبلبه. اهلا وسهلا. مساء الخير. انا مبسوطه قوي ان شايفه حضرتك وان انا قدرت اكلمك من خلال برنامج ساعد صفا. ربنا يخليكي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. حقيقي حضرتك قدمتي زمان بلاغ ضد مطرب شاب حاول الاعتداء على حضرتك؟ معجزة. اولا قول لنا اسمك بقى عشان انت دخلتي في مشكله. اسم من القاهره. اهلا يا مها. اهلا بحضرتك يا مدام صفاء. اهلا بيكي. انت سامعاني؟ ايوه. انا بغششك بديكي فرصه عشان تردي. ايوه. لا طبعا ما حصلش اعتداء وكده، بالعكس ده انا كل الفنانين يحبوني ويحترموني. يمكن ساعات الفنان بيتعرض انه يتقال عليه اشاعات، والاشاعات دي بتموت بعد فتره لان ما بيبقاش في حقيقه. وفي ساعات يبقى يتخانقوا الفنانين ورا الكواليس ويقولوا انا هطلع قبليكي وانا مش هتاخر، ويخش يغني ويقعد كتير. يمكن مناقشه صغيره اتقالت على ان حصلت خناق واعتداءات. لان الحمد لله انا اكره العنف على فكره. وما احبش الحاجات اللي فيها، ان حتى لو انا ماشيه في حته او كنت في مكان وحد شبك في حد وحصل خناقه، ابقى مش عارفه اروح فين واترعب. تجري وتسيب المكان. اخاف قوي تخاف. فطمني، ما دي اشاعات. طب ممكن بس اسال حضرتك سؤال صغير كمان؟ اتفضل. يا ريت تساليها. يعني انا شايفه ان حضرتك صوتك فيه نبره حزن كده ونظرتك فيها حزن، يا ترى ليه؟ ده يعني دي ملحوظه انت بتلاحظيها دايما مثلا؟ دايما بحس ان هي فيها شجن وحزن كده. انت عارفه فكرتيني بالاستاذ عاطف الطيب الله يرحمه. الله يرحمه. هو شاف فيا دي. يمكن الناس كتير بيشوفوني ان انا دايما بضحك. انا فيا خجل. فساعات اداري الخجل بضحك. لكن الاستاذ عاطف الله يرحمه شاف فيا، وكان دايما يقول لي انت بلاش الضحك ده. وانت لما ما بتضحكيش وشك بيبقى فيه اهدى وعينيك بتبقى فيها حزن. فطبعا كنت بستغرب انه بيقول كده. انا طبعا الانسان ما بيبقاش عارف طبعا نفسه. بيكتشف المخرج. فانت برضو يعني لماحه انك قدرتي تاخدي بالك من الحكايه دي. ميرسي، وانا سعيده اني سمعت صوت حضرتك. ميرسي. شكرا يا مها. ميرسي يا مدام صفاء. شكرا.